السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بالأربعة 94 بسطات، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. هاد الخيرة تنوري والجالية المغربية والناس والمدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. يلا ترجعنا بنات ولاد، اليوم 12 في شهر 7 2023، دينا عند ياسين وسعيد، واخا ابوك ما كاينش، واخا ابوك ما كاينش اسيدي، كما تنشوفوا هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. ياك خلي بصحتو بصحتو، يمشي للبحر مع راساتو. وتنحيو الحباب تونا، دعمونا بالشراك الله يخليكم. هالخيرة تنوريو الناس اللي مولفين الاسواق الاسبوعية بالمملكة المغربية، تنوريوهم هاد الخيرات. انت بشحال فيه في الوحدة؟ والكيلو؟ تما ما نقصوش، واخا تنقصو الزيت ما نقصو حتى حاجة. نقصو 300 كارب 22 كارب 22 واش ديما انت تاخذو عند الشفنج هذا؟ زين ولا شويه؟ عندك تكون ياك؟ ياك الدار، واخا مرحبا مرحبا بصحتكم اسيد. يلا انتم تصورتوا معنا، شحال حسبتي لي من الشفنج؟ 20 درهم. واللي بغى وحده شحال؟ درهم ما عندوش ياخذ هاني ماشي مشكل. ما عليكش. أما شو أنت ما جيت؟ مرحبا. قلت لك أنت ما جيت يا معجود. هاد الخيرة تاع الشفنج في ولاد سعيد، الأربعة ولاد سعيد. سعيد الله عمر رمضان. ياك. سعيد ناضي. أه. سعيد كيخلصوا مزيان. عمر رمضان. بصحتهم. كنا ياك الزيت نقص شويه سي ياسين. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. كنا الزيت نقص وبقيتو الثمن شادينه 300. انتم تقدوا عند مالي الحوانت ولا القياطه؟ مالي الحوانت؟ جوج سيارة ضروري. ياك؟ هاد الخيرة تاع الشفنج في الأربعة ولا تسعيد؟ الأربعة ولا تسعيد؟ 14 عام هذا الشهر. مازال باقي هاد الخيرات في الأربعة ولا تسعيد؟ 14 عام هاد الخيرات في ولاد سعيد، مازال خير. تنوريوهم جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا داخل الوطن أو خارج الوطن. شحال تتعمروا البرادة؟ كاينة 7 دراهم و 5 دراهم. كاينة 7 دراهم و 5 دراهم، تبارك الله عليك. 5 دراهم و 7 دراهم، 5 دراهم هما هادو كما تشوفوا معنا، الخيرات موجودة هنا في الأربعة ولا تسعين. كي دايرين أسير؟ ها العيد فات تاني، كاينه شي؟ الحمد لله. احنا في الأربعة ولاد سعيد، وانتم من المشاهدين تونا في قناة الزيتون المرجان او المصورين تونا ديما. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان.
راه ديما تنوريو هاد الحباب تاعنا فين ما كانوا. حتى الخيرات تاع الجبل محمر في اسواقنا الاسبوعيه في المملكه المغربيه. تبارك الله. هاد الشرفه هذا ياك؟ مرحبا ب واش بغيت ندير واحدة أخرى؟ وقيلة الرئيس مرحبا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين وهادو الحباب تاعنا كما تشوفوا شحال تبيعوا الكيلو هادشي؟ شحال ود حمد ولا تقولوا لي؟ ود حمد ولا تنقول؟ يلا سي جواد بنقب بود حمد شحال هاد الشيء؟ الزيراوي اهلا وسهلا مرحبا كاين شحال زقيت كمل كيلو تما شحال قلتي لي الكيلو؟ كيلو 20 درهم ونبغى وحده؟ نبغى وحده 40 بزاف كاين الجوده السي مرجان اي كاين المليح اه خويا شوره هادو حبابنا في الاربعة ولا التسعين كي تشوفو تشبت حمر و ندير كيلو هنا اخويا تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيت المرجان ها؟ راس العصير والقهوة شتو طويل اه شتو خطير هذاك خطير هادي من خاصو يعايرو ربي كبير هذاك قهوة ولاد سعيد معروفة من لعبة ولاد سعيد اللي ما عرفهاش كذا في المملكة المغربية هادي من المملكة المغربية هادي من المملكة المغربية تحية الناس اللي كيسولوا علينا ويحبونا مرحبا مرحبا واني حاجة وحدة اش كاين با الزيتون باقي تعمرو الفاخر تشهروا الفاخر الفاخر والمليح تشهروا الفاخر ويني بشحال البراد ما تقولوا تريقب ما كاينه من 80 ريال وطلع حتى 10 دراهم من 80 4 دراهم حتى 10 دراهم هذا اللي ما عندوش يشرب اللي ما عندوش يشرب هاد الخيرات في الاربعة ولاد سعيد تنوريوها لجميع المشاهدين مازال تيشهروها الفاخر كي تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيت البركان والحباب تاعنا داخل الوطن او خارجه. تحيه الناس اللي كيسولوا علينا. مرحبا نحييو جميع المشاهدين قناه الزيت المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا بكم جميعا. هذا سيدي مرحبا. مرحبا. شحال الحاجة شحال 20 درهم الزيت غلا الزيت غلا راه نقصوا منه واقيلا لا نقصوا منه راه زادوا فيه ها زادوا فيه زادوا فيه نقصوها من القرى من البوديجة وهذو راه يشريوها البوديجة والله حافظك الله يبارك فيك الله يبارك الله يطول عمرك حتى الخيرات الله يكثر مرحبا ياك والحاج راه قديم ماشي وزيد جديد